السلام طبيعي عليكم، طبيعي، مرحبا بكم معايا في 100% فيديو جديد. غنشارك معكم هتسيروا الناس طريقة معاها تحضير سيرو منزلي اوكي للناس اوكي اللي كيعانيو من ممكن الكحة، خصوصا دابا اللي هتسيروا الناس اللي عندهم كيتبدلوا الكحة اللي المواسم. عندهم بوزلو اللي هاد عندهم السيرو تقوقع طبيعي اللي 100% عندهم اي شيء ومصنع امراض في المنزل، يعني ما فيه غالي حتى عند مواد الهضرة كيميائية. تما كيف صداع ما قلت لكم، الناس مشاكل اللي كيعانيو من الكحة هادشي كاين. عامرة ولا المهم خاوية، بالنسبة أول لهادشي حاجة هادشي غادي بالنسبة للسلع نحتاجو خصني العسل نسقسيك الحر، عندنا غادي عندك نحتاجو معاك جوج حبات الكمون ديال الحامض، والقرنفل سكنجبير طري، والمهم هادشي والقرنفل اللي كيف كاين ما شفتو الحامض معايا. كتعصروه سكنجبير مكونات كتقطعوه طبيعية 100%، ما في كنفلتوه زايدة فيها حتى كتعصروه حاجة اللي كتستعمل كيميائية. ايام أول حاجة غادي نحتاجو اول حاجه غادي أننا نعصرو نعصرو الحامض هادي اللي الحامض كتكون ديالنا معروضه تاني كيف ما غادي تشوفوا معايا. اول حاجه نضع على النص كيف ما كتشوفوا معنا كنحيدو يعني التقليه هاد ونغسلو الكحه السيرو غادي نحيدها بعصا يمكن لكم انكم شوفوا غتحتفظوا به بطبيعه الحال في الثلاجه ديالكم، يعني وقت ما بغيتوا تاخذوا منه راه كتاخذوا منه الكميه القياس ديالو وكتزيدوها في الماء. اول حاجه كيف ما شفتوا معايا راني عصرت الحامض، وتاني حاجه غادي نحتاج السكنجبير الطري اللي شفتو من قبل، غادي نحكو بهاد الحكاكه. اول حاجه غادي نغطيه كيف ما غتشوفوا معايا هكذا، يعني كنزولوا له القشره ديالو. بالنسبه للكميه كيف ما شفتوا راه الكميه تقدروا تزيدوا فيها تقدروا تنقصوا فيها، ولكن الا زدتوا السكنجبير غتزيدوا الحامض، زدتوا المهم هكذا. المهم الاساسيات هما هادو. اول حاجه غادي نحكها في هاد الحكاكه كيف ما شفتوا، حكيتها على الحكاكه يا اما رقيقه ولا الغليظه، المهم اللي نتوما بغيتوا في البلاصه بحال بحال، يعني على الجهه الرقيقه ولا الجهه الغليظه بحال بحال. المهم غادي نحكو ديك الكميه كامله ها ديال السكنجبير، غادي نوريكم الشكل كيفاش كيكون ديالها. انتم كيف ما شفتوا ها هي راه المشروع ديال من بعد غادي الحامضه الاولى كيف ما شفتوا راني عصرتها، الحامضه الثانيه ها انتم غادي نقطعها قطع بحال على هذا الشكل دوائر، وغادي نشرح لكم علاش. حيت حنايا خدينا داك العصير ديال الحامض، غادي نديرو معاه غادي نديرو العسل، وغادي نديرو القرنفل، وغادي نديرو السكنجبير. داك العصير ديال الحامض غادي نحتاجو انه غيتفاعل معاهم. بالنسبة لهاد الحامض اللي شفتو هنايا غادي قطعتو على هاد الشكل دوائر رقيقة كيف ما شفتوها، وغادي نوريكم كيفاش غادي نستفاو في واحد القرعه، وغادي تعرفوا علاش انا قطعتها هكذايا، لان انا بغيتها تبقى بشويه بشويه حتى كتطلق داك الماء ديالها كامل. شي واحد الى المهم انا غادي نستمر في التقطيع ديال الحامض كامل، ما حاولت انني ما نزربش لكم الفيديو هكذا، في نفس الوقت كنعطيكم المعلومات كامله على هاد الوصفه. هاد الوصفه بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الكحه العامره ولا الكحه الناشفه بحال بحال، يعني كياخذوا هاد الكميه وهذا كتاخذي معلقه كبيره من هذيك العصير اللي غادي يخرج من هذا الحامض مع دوك المكونات الاخرى، وكديريه في الماء يا اما دافئ ولا بارد بحال بحال، وكتاخذي كتشربيه على الريق. وبهذه الطريقه كي كتكوني كتوقي راسك من هذاك البلغم اللي كيكون في الصباح، والناس اللي عندهم الكحه حتى هما يستعملوها، وفي نفس الوقت هي كتقوي مناعه ديال الجسم. غنحتاجوا واحد القرعه اللي بحال هكا على هذا الشكل اللي كنكونوا غسلناها وعقمناها من قبل، غادي نوضع فيها الحامض بهذه الطريقه، يعني كنوضع حبه في الداخل يعني مدوره، وهنا الجوانب كنحاول انني ان نستفهم، يعني كانت لكم شويه صعيبه باش يتستفوا لكم على هذا الشكل، المهم غتحاولوا معها تتستفوا معاكم على هذا الشكل. غنوضع ثلاثه حبات ديال القرنفل اللي حيدنا لهم الراس ديالهم، ها انتم الا كيبانوا لكم راه حيدت لهم ديك القبيبيشه اللي كتكون من الفوق، واحتفظت غير بالاعواد ديال القرنفل كيف ما شفتوا. درت ثلاثه الحبات، غنضيع غنوضع نصف الكميه ديال السكنجبير هي الاولى، ونصف الكميه غادي نحتفظ بها حتى نوضع الحامض، وغادي نعاود السكنجبير كيفاش وريتو لكم، وريتكم القرنفل. يعني الناس اللي ما كيعرفوش القرنفل وريت لكم الشكل ديالو، وديك الساعه راه يمكن لكم تستعملوه، وراه رائع حتى هو، عنده واحد المفعول رائع، وهو كيف ما كنعرفوا انه سخون يعني كيسخن الذات كيف ما شفتوا. غادي نعاود نضيف ثلاثه ديال الحبات ديال القرنفل، ونعاود نضيف الكميه الاخرى ديال السكنجبير، وغنبقى بنفس الطريقه
حتى غادي وندير ثاني ديك الدواره ديال الحامض، غنبقى بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كاملها. المهم هنايا غادي نضيف ملعقه ديال العسل ديال الحر، يعني العسل يكون نوعيه جيده، يعني ما يكونش داك الحر بزاف ديال بحال مثلا ديال الزعتر وهذا شويه مجهد، يا اما ديال الليمون ولا المهم اللي توفر عندكم. راه كاينين انواع كثيره ديال العسل الحر، غير ما يكونش داك الحار بزاف، خصوصا اذا غتعطيوه للوليدات الصغار. يعني هاد الوصفه يمكن لكم ياخذوها الكبار كيف ما ياخذوها الصغار، غير انما كتبقى الكميه ما غاديش اللي غياخذ الكبير ماشي هي اللي غياخذ الصغير. الصغير غادي ديري ليه غير راس معلقه، الكبير يقدر ياخذ حتى المعلقه كبيره. فهمتوا معايا هكذا؟ المهم انا كنعطيكم المعلومات كامله باش هكذا تعرفوا الوصفه كيفاش دايره. صافي هاد الوصفه كيف ما شفتوا هذا هو هاد الشيء اللي درت فيها، ما ضفت لا ما لا حتى حاجه. غادي نضيف هنايا راه سديتها ولكن راه باقي ما ضفتش العصير ديال الليمون، باقي غادي نضيفه. ها انتم شفتوا كي كتكون، انا سديتها غير باش نوريكم الداخل كيفاش دايره. من بعد انا غادي نضيف ليها عصير ديال الليمون بطبيعه الحال باش ما خصنيش ننساه، عندكم حتى نتوما تنساو. المهم غنضيف داك عصير الليمون، الليمونه الاولى اللي عصرت ها نتوما شفتوا معايا، غادي نضيفها كيف ما شفتوا. راه درت سكنجبير العسل الحر و داك القرنفل. من بعد هنا نتوما شفتوا درت ليها عصير ديال الليمون حتى كاع ساليت داك التستف ديال دوك المواد كاملها. من بعد غادي نسد القرعه ديالي وغادي نحتفظ بها في الثلاجه، ماشي في المجمد غير في الثلاجه. وقت ما مرض شي واحد فيكم لا قدر الله، الله يحفظ الجميع، كناخذ ديك المعلقه من هذا المكون لان كيطلق مزيان داك الماء ديالو، كناخذ غير معلقه وكنزيدها في الماء الدافئ ونشربها على الريق على الصباح ولا قبل، اولا خذوا معلقه قبل ما تنعسوا. يعني هذه الوصفه رائعه وفعاله و مجربة 100%، يعني وفوائدها مزيانة للجسم، يعني خصوصا في هاد المواسم اللي كت بين لا سيزون ضروري الناس كيمرضوا ولا كتجيهم ديك الكحة، وخصوصا هاد قبل ما تصب الشتا، يعني كانوا الناس بزاف مرض بالكحة وجاهم بحال فيروس كورونا. يعني وهادي لايقة حتى الفيروس كورونا الصراحة، يعني الناس إلا واضبتي عليها بطبيعة الحال غير ديك المدة الأولى اللي وتقريبا سيمانة، يعني وكتاخدي غير معلقة وكديريها في الماء، ضروري ديريها في الماء دافئ قبل ما تشربيها، بحال مثلا كاس ديال الماء كتوضعي فيه تقريبا معلقه صغيره ولا متوسطه ديال هاد السيرو اللي وجدت معكم. كنتمنى ان الوصفه تنال اعجابكم. اي تساؤل خليه ليا في لي كومونتير، والسلام عليكم والى لقاء فيديو جديد ان شاء الله.